ما كنت مع كابتن حسام، وكابتن حسام قدم استقالته بعد مباراة الإسماعيلي في إسماعيلية. تاني يوم بلغني كابتن سيد عبد الحفيظ إن أنت يعني مش هتكمل معانا في النادي وهيجيبوا جهاز جديد. اللي هو أنت دماغك بتقفل، اللي هو تشوفش، لا اللي هو أنت هتعمل إيه؟ ما هو أنت بتصحى أنت عارف يومك ماشي إزاي. بالزبط. أنا يعني يومي كله في النادي الأهلي، أنا حياتي كلها في النادي الأهلي كلها. يمكن أنت اشتغلت معانا فترة، أنا حياتي كلها كانت في النادي الأهلي، بروح بدري جدا بتمرن وأخلص وأستنى اللعيبة والتمرين. الحياة هي مش شغلانة، هي حياتك هناك، أسلوب حياتك، أسلوب حياتك كلها في النادي الأهلي. بالظبط. فأما لحظة تحس إن حياتك اتلخبطت، فأنت الصدمة بالنسبة لك قوية جدا يا ميدو. والأسوأ أنا بالنسبة لي باخد وقت كبير قوي إن أرجع لحياتي الطبيعية بعيد عن النادي الأهلي، عشان أصدق اللي بيحصل. عشان أصدق وعشان أبقى في أتأقلم على حياة جديدة. هتأقلم عليها ازاي؟ فباخد وقت كبير جدا جدا، ورد فعل بيبقى وحش قوي ان انا بره النادي الاهلي. بحس، عارف انت، كنت بحس بسواد. عارف اما الستاره بتنزل سودا كده، اللي هو انت انا انت ليه؟ هتعمل ايه؟ انت فاهم؟ مع ان كل حاجه الحمد لله ما فيش حاجه خالص، كل حاجه كويسه. أنا كل حاجه تمام وكل حاجه كويسه، لكن الحاجه الركن الاساسي في حياتي مش موجود، اللي هو انت مش في النادي. بس ده اللي بيفرق معايا، ده اللي بيلخبط حياتي كلها الى ان ارجع النادي تاني. وما بتتكلمش يا كابتن، ما بتقولش يا جماعه طب ليه؟ طب لا لا خالص. لا 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 لا. وليه وكلا ولا لا خالص. مش في طبعي يا ميدو، يعني الحمد لله مش في طبعي اطلب حاجه. انا الحاجه انا متعود من صغري على كده، يعني وجودي في النادي الاهلي بمجهودي وتعب وشقايا وجاي من اختبارات وتعبت قوي، فمن صغري متعود ان انا باخد الحاجه بمجهود انا. ما اخليش واسطه بيني وبين حد، او اكلم النبي فلان عشان كده. وده اللي مأخرني قوي في حياتي، مع ان يعني للاسف في مجالنا ده لازم تبقى علاقاتك جباره، لازم للاسف علاقاتك جباره. ولا مش عايز تقول لفظ تاني؟ ما علينا، عشان على الهوا في قناه انا بحبها. فهي علاقاتك جباره جدا، تبقى صاحب علاقات ممتازه، مش مهم صاحب امكانيات ممتازه. هي الجمله اتقال كده، يعني علاقاتك 80% وامكانياتك 20، انت عالمي. بالظبط. لو العكس انت على ما توفر. بالظبط. بس على كده في مجالنا وفي ايامنا السوداء اللي احنا بنعيشها في الكوره، من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوشها. دي حقيقه. لما تسمع الاغنيه دي، او بتسمع، هي اغنيه جميله على فكره، يعني لا تفتكر ايه؟ لا ما اسمعش الاغاني دي خالص. بس انا يعني من كتر الناس اللي بميت وش وحشونا الناس اللي بوش. ما هو تخيل هو بيديك يعني دي حقيقه. ايه حقيقه؟ الحقيقه اللي انت فيها. انا بتكلم دايما هيبقى كلامنا كله ميدو هنا على مجال الكوره او الحياه اللي احنا بنعيشها. لا، مجال الكوره بقى كارثي. كارثه. مش لازم تبقى 100 وش، لو في اكتر من 100 وش كمان تبقى موجود. ولازم تبقى علاقاتك جامده جدا فوق ما تتخيل. امكانياتك دي بعدين، علاقاتك نمره واحد. كابتن، هو انا مش هرتب الاسئله اللي بسالها لك، عشان دايما بتكلم معاك من قلبي، وطبعا بلتزم طبعا باعداد الزملاء طبعا على عيني وعلى راسي، بس انا طبعا الحوار معاك بيبقى مختلف تماما. الاغراءات الماديه بالنسبه لعلاء ميهو، مش بالنسبه لحد تاني، يعني بتلعب معاك بنسبه كام؟ ماينس. يعني لو انا بالماينس، انت ما خليتنيش اكمل السؤال. لا ما بفكرش بالماينس، يعني جيش على دماغي خالص. الحاجه اللي بحبها اللي بروح لها. بس اغراءات ماديه وكلام من ده مش عندي، متعودتش عليها. بص يا ميدو، هي دايما طباع بني ادم وبيئتك اللي انت عشت فيها وازاي كملت ده في حياتك لحد ما وصلت الوقت. جذورك ايه يا كابتن؟ انا من الحومديه. انت الحومديه؟ من الحومديه، متربي في شوارع الحومديه. بس فعارف من زمان قوي انا في الشارع بلعب كوره ومع اصحابي وفي المدرسه، وعشان كده بقول لك لما روحت اختبارات تعبت قوي عشان اوصل للمرحله النهائيه. وكابتن سياس الله يرحمه مشاني، قال لي انت جسمك قصير، ما تعالى كل اسبوع ابص عليك. والله العظيم يا ميدو، بعد ما تعبت قوي ومشوار. انا بالنسبه لي وقتها من الحومديه للنادي الاهلي كان بالنسبه لي مشوار مش ولوحدي. بالظبط. الاسره كلها عارفه، لكن لما اخر يوم قال لي لا ما تروحش تاني خلاص. ما تروحش. كان في بقى عارف حكايه ان لازم بيبقى ليك واسطه ومش واسطه وكده. وكان كابتن ثابت الله يرحمه كان نجم كبير في النادي الاهلي. فانا هي طباعك، بيئتك، عشتك، تربيتك، انت متربي على ايه؟ تربيتك وطباعك هي اللي هتمشيك الى ما شاء الله. الطباع ما بتتغيرش غير لما البني ادم يموت. طول طباعك هي اللي تحكم فيك، تربيتك، بيئتك، المكان اللي انت بتروح بتعلم فيه حاجه. عشان كده بقول لك اللي بيروح النادي الاهلي ده وهو صغير
بيتعلم كل حاجه حلوه كل حاجه حلوه بقى وتكبر بيها. ولو اشتغلت في النادي الاهلي مدرب او 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 بتحاول تعلمها للي بعدك. عشان كده بقول لك النادي ده نادي اخلاق قيم مبادئ مش من الهوى، لكن هو حد بيعلمك وانت بتعلم اللي بعدك. هي كده بتتوارث من جيل لجيل لجيل. في ناس بتستوعب وتبقى حاجه طالعه جميله جدا، وفي ناس ما بتستوعبش بتمشي. بس هو طبعه كده، مش قادر يستوعب او مش قادر يخش في المنظومه اللي هي كل حاجه لها اصول. هو ده النادي الاهلي، نادي الاصول بس.